بكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. وانتم في هذا الفيديو جبت لكم هذا الفرض الأول للفصل الأول في مادة اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط. بدأوا على بركة الله بالفيديو. إذا كنتوا حابين إنه نفتح لكم إنشان سبيسيال للسنة الرابعة متوسط وسبيسيال في مادة واحدة باش نكثروا فيها التمارين ونكثروا فيها كل شيء السنة الرابعة متوسط، ماذا بكم تكتبوا لي تحت أسفل هذا الفيديو. بدأوا على بركة الله. عندنا التنمر الإلكتروني فعل عدواني متعمد من فرد أو مجموعة أفراد باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني بشكل متكرر ضد الضحية الذي لا يستطيع أن يدافع، وإجرائيا هو سلوك متكرر ومتعمد تسبقه موجهة من شخص متنمر أو مجموعة أشخاص لإحداث أذى أو ضرر أو تهديد أو إحراج أو إذلال لفرد آخر أو الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر، ويحدث باستخدام أجهزة الحاسوب أو الهاتف المحمول أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى. يعاني المتنمرون من وجود مشكلات في العلاقات الاجتماعية أو الأسرية، وخاصة علاقاتهم بالوالدين، ومشكلات في العلاقات مع الأقران كالشعور بالدونية أو الرغبة في السيطرة والطبيعة العدوانية المندفعة ونقص مهارة التحكم في الغضب وحل المشكلات والافتقار إلى قيم الشعور والتعاطف مع الآخرين. بينما يتصف الضحايا بأنهم أصغر سنا وأضعف جسدا والشعور بالوحدة النفسية في البيت والمدرسة وفقدان الشعور بالأمن داخل المدرسة والرغبة في التغيب عن الصف المدرسي والخجل، كما يعانون من وجود مشكلات في العلاقات الأسرية، مشكلات في العلاقات مع الأقران، ونقص في مهارات مواجهة المواقف الصعبة وحل المشكلات وعدم القدرة على طلب المساعدة. والتنمر الإلكتروني يمكن أن يحدث بشكل واضح، كأن يقوم أحد الأشخاص بإرسال رسائل نصية مهينة للشخص المستهدف، كما يحدث بشكل أقل وضوحا من خلال قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة الشخص المستهدف على شبكة الإنترنت والقيام بوضع بيانات أو عرض صور ومقاطع فيديوهات مصممة لاستهداف الضحية وإهانته. أما عن حجم انتشار التنمر الإلكتروني عالميا، فعلى سبيل المثال بالمملكة المتحدة قامت مؤسسة في عام 2002 بدراسة بيانات نتائجها أن نسبة ضحايا التنمر الإلكتروني بلغت 25% من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 19 سنة، بينما بلغت نسبة المتنمرين 11%. وفي كندا أظهرت نتائج دراسة أجريت انتشار التنمر عموما والتنمر الإلكتروني خصوصا بين الطلاب والمراهقين، حيث أظهرت بأن 54% من الطلاب كانوا ضحايا للتنمر المدرسي العام، وأن 35% كانوا متنمرين، وبلغت نسبة ضحايا التنمر الإلكتروني 15%. الأسئلة. عندنا الجزء الأول، الوضعية الأولى. اتفقت مختلف تعريفات التنمر الإلكتروني على نقاط معينة حدد أهمها. لكل من المتنمر والضحية خصائص، حدد ثلاثة لكل منها. ما هو أو ما هما الطريقتان اللتان يمكن للمتنمر استخدامهما مع التمثيل لهما؟ اشرح المفردات التالية: متعمد والدونية، الأقران والمستهدف. صغ الفكرة العامة للنص. الوضعية الثانية، أعرف ما تحته خطا بالنص، إعراب ومفردات. أكمل الجدول التالي من النص: اسم الفاعل، اسم المفعول، واسم التفضيل، وصيغة منتهى الجموع. كذلك قال لك تقول الجملة من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و19 سنة. اكتب العددين الواردين في هذه العبارة بالحروف مع التعليل. اعرب الكلمة التي تحتها سطرا في الجملة. سمي واشرح الصورة البيانية التالية. نسبة ضحايا التنمر الإلكتروني بلغت 25%.
يستخرج من الفقرة الأولى طباقا وبين نوعه قدر قيمة النص. في الجزء الثاني الوضعية الإدماجية السياق مع بداية موسم الشتاء كنت تجلس وصاحبيك في حرم المدرسة، فمر بكم زميل ضعيف جسديا ويبدو من حركاته أنه يعاني من قصور عقلي بعض المشاكل، فما كان من زميل لك يجلس بجانبك إلا اعتراض طريقه والاستهزاء به بألفاظ نابية. السند لا تستسلم لضعف نفسك وتنمر، كلنا نستحق الاحترام، لا أحد أفضل من الآخر. التعليم أكتب موضوعا إحنا والتنمر التعليم أكتب موضوعا لا يقل عن 13 سطرا تسرد فيه ما كان من تنمر ضد زميلكم بالمدرسة ورد فعلك أنت وزميلك أو فعلكم أنت وزميلك الآخر ضد الشخص المتنمر، مقدما الحوار الذي دار بينكم حول وجوب التخلص من العدوانية والظلم لا سيما في الأوساط المدرسية، موظفا تعبيرا مجازيا عددا مفردا. نروح نشوفوا الحل. عندنا في تحديد أهم النقاط الواردة في التعريفات، سلوك عدواني متكرر مع شخص متنمر ضد شخص متنمر عليه بهدف الإساءة له عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ثلاث خصائص للمتنمرين: العلاقات الاجتماعية أو الأسرية، مشكلات في العلاقات مع الأقران، طبيعة عدوانية مندفعة. ثلاث خصائص للضحية: الشعور بالوحدة النفسية، الرغبة في التغيب عن المدرسة، مشكلات في العلاقات مع الأقران. يعني تلاحظوا بكليهما عندهم مشكلات في العلاقات مع الأقران. الطريقتان اللتان يمكن للمتنمر استخدامهما هما مع التمثيل: تنمر إلكتروني مباشر ويكون بإرسال رسائل نصية مهينة للشخص المستهدف، تنمر إلكتروني غير مباشر ويكون بانتحال صفة الشخص المستهدف على شبكة الإنترنت. صياغة الفكرة العامة: التعريف بالتنمر الإلكتروني وتحديد بعض سمات المتنمر والضحية والطرق التي يمكن استخدامهما حينها. شرح المفردات: عندنا الكلمة متعمد مقصود الدنيا الغمة والدناءة، عندنا الأقران المستهدف المتقاربين في السن الذين يتربص به أعداؤه. الوضعية الثانية: إعراب ما تحته خط في النص أو حرف عطف يفيد الإباحة مبنية على السكون لا محل له من الإعراب، مجموعة اسم معطوف مجرور بالتبعية لما قبله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، الإلكترونية نعت مجرور بالتبعية لما قبله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، سنة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عندنا تكملة الجدول بناء النص: اسم فاعل متكرر متعمد أصغر أو أضعف ومواقف على وزن مفاعل. في كتابة العددين 11 19 التالي نلاحظ بأن العدد مركب أي يتكون من جزئين، الجزء الأول يطابق المعدود دائما، أما الجزء الأول إذا كان واحد أو اثنان فهو يطابق، وإذا كان من ثلاثة أو إلى 9 فهو يعاكس معدوده، وهذا ما تم تطبيقه. إعراب الكلمة التي تحتها سطا في العبارة: 19 اسم معطوف مبني على فتح الجزئين في محل جر بالتبعية لـ 11. شرح الصورة البيانية وتسميتها: هذه الصورة البيانية رأي استعارة مكنية وغوليكم الشرح بتاعها. طباق: عندنا مباشر غير مباشر، طباق سلب. قيمة النص هاي لكم في فقرة، كما أنه عندنا في الوضعية الإدماجية هوليكا الإدماجية مقترحة تقدروا تهزوها، يعني بزاف مي تقدروا تهزوا فقط منها الأفكار الأساسية اللي تقدروا تحطوها. أنا ما نحبش نعتمد هكذا على وضعيات جاهزة بس كم يكونوش ملاح، وأن بلس دو سان راح يكونوا فيهم العديد من العبارات الكثيرة كما راكم تشوفوا، فقرة طويلة قد ما هي بالقد ما عندها حتى معنى. عوض أنه التلميذ يكتب حوالي 10 أسطر فقط ويطلبوا منه إلى حد 16 سطرا كأقصى حد، هو يا أخي راح يكسب لك هذا كامل امبوسيبل. لهذا حاولوا يعني أنكم ما تكتبوش من هذه الوضعيات الجاهزة، حاولوا أنكم تهزوا فقط العبارات الأساسية فقط اللي كانت عجبتكم وتعلقت فيكم في هذا الحوار. أتمنى أن أرى فيديو نال إعجابكم، استفدتم من أولا بالقليل، اقترحوا لي في الفكرة اللي قلتها لكم في بداية